تلقى نعرفش أنا هو يمكن سيد وديع الجارية تباهى وأنه جيب 99% في الجلسة العامة. يظهر لي آخر واحد تباهى 99% رينا النتيجة. يظهر لي 99% ما تنجمش تكون قناعة. ما نجموش نكونوا مقتنعين احنا في صلب العائلة واحدة، انا عائلتي متكونة من 4 من الناس، ما نجمش مقتنعين على بعضنا 99%. ما تنجمش تكون الأندية مقتنعة 99% بالجامعة والمكتب الجامعي اللي انا كنت ننتمي له، حتى ولو اني انا ننتمي. ما نتصورش انا الجمعيات مقتنعين بيا انا ولا بالمكتب الجامعي ولا برئيس الجامعة 99%. يمكن فما 70% 60% مقتنعين بيه معك. نتيجة الانتخابات 70-30 69-31 معقولة. نجم يكون هو قاعد يقدم في خدمات للأندية وقاعد يسهر على حسن سير اللعبة هذه، خليته أنه الثقة ولات متبادلة. قاعد 99% ما هيش ثقة، 99% هذا إجماع مضر. يعني وين الاختلاف؟ وين المعارضة؟ وين يعني بالعكس يعني تعارض تتحمل مسؤولية المعارضة نتاعك، حتى كي تعارض تتحمل المسؤولية نتاعك. يعني الأندية تقول لي أنت والله ياك أنت قلت فما أحكام، أنا ما نقولش فما أحكام، فما لجنة نزاعات يظهر لي تصدر في الأحكام نتاعها على صفحات التواصل الاجتماعي، على صفحة التواصل الاجتماعي نتاع الجامعة، وفما محامين وفما جمعيات عندها تقارير مالية. نجمو تطلعوا عليهم تشوفوا شكون اللي ما عندوش ديون، شكون الجمعية اللي ما عندهاش ديون عند الجامعة؟ ما فماش جمعية ما عندهاش ديون عند الجامعة، ما فماش. تقول لي أنت رؤساء الجامعات الجمعيات الكل، لكن ما نعرفش أنا. أنا قلت لك هذه وسيلة من وسائل الضغط على الجمعيات، متأكد منه الشيء اللي نقول لك فيه، لأنه فما أحكام صادرة من 2012 و2013 و2014 ما تنفذتش. علاش ما تنفذتش؟ الأستاذ حبيب مخداد كان عضو لجنة كرة القدم المحترفة، شبيه ما نفذش الأحكام؟ لأنه قاع منعه من تنفيذ الأحكام. علاش قاع منعه؟ محاباة الأندية. وإذا كان الأندية ما تمشيش في الطريق اللي المرسوم واللي حشنا به، ينفذوا عليه الأحكام. كما العربي سنقرية توا رئيس سكرة، هاوش بدنا له عقوبة من 2015 اختيز ما خلص لمنعهم الحضور الجزران. هكا يعني انت اون ليبرتي كونديسيونيل.